في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، ففي ليلة الأربعاء الثامن من جماد الأولى من عام 34 نقف هذا اليوم مع سورة الكافرون. وعندما نقول سورة الكافرون قد يستغرب البعض لماذا لا نقول سورة الكافرين مضاف ومضاف إليه، هذا اسمها فهو على الحكاية، فكأن نقول سورة بين قوسين الكافرون. ثم إن تيسر وقت سأقف وقفة يسيرة مع بعض الأسئلة التي وردت، وبخاصة ما أثير في الأسبوع الماضي حول سورة الإخلاص. هذه السورة أيها الأخوة، سورة الكافرون، سورة عظيمة جدا، ولذلك آمل أن يعذرني الأخوة إن اضطررت للاختصار حتى نتمكن من الوقوف مع هذه الفوائد العظيمة الجلية معها دون إطالة في الوقت، لأنني لو فصلت ربما لطال الوقت ولا أريد ذلك. هذه السورة أيها الأخوة لها عدة أسماء، من أسمائها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، الإخلاص، العبادة، طبعا كل قدام أمامها سورة سورة، المنابذة، الدين، وكل اسم واضح الدلالة من خلال هذه السورة كما سيتضح بإذن الله فيما بعد. طبعا هي سورة مكية قولا واحدا لأنها تخاطب بعض كفار مكة. سبب نزولها كما أورد العلماء كأخرج الطبراني بن أبي حاتم والواحدي وفي أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف في الكعبة فاعترضه الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وكانوا ذوي أسنان في قومهم أي ذوي شأن، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظه منا وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فقال معاذ الله أن أشرك به غيره. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة قل يا أيها الكافرون حتى فكلها، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فيأسوا منه عندئذ، وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه، لاحظ العبارة أن يستنزلوه لأننا سنقف معها بإذن الله عند الفوائد، إلى الاعتراف بآلهة أصنامهم. وعن ابن عباس فيأسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه، هذا هو أبرز ما ورد في سبب النزول. من فضائلها
ما أخرجه الترمذي عن فروة بن نوفل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، صححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كما في حديث عائشة في الوتر، ويقرأ بها أيضا كما ثبت في الصحيح في الفجر، وكذلك في ركعتي الطواف. كل هذا يؤكد مكانتها ومنزلتها وأهميتها. وهذه السورة تركز على توحيد العبادة، تركز على توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتمايز التام، والتمايز التام بين الإسلام والشرك. مناسباتها، طبعا مناسباتها لما قبلها وما بعدها هو استنباط، لأن كما تعلمون هي نزلت في مكة، بينما ما قبلها وما بعدها نزل في المدينة على ما سيأتي في سورة الكوثر. فالله جل وعلا قال: إنا أعطيناك الكوثر وهو الخير العظيم. فذكر الوضع، وضعت في هذا الموضع أنه من أعظم الخير الذي أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الثبات على الدين. ليس فقط الخير هو أمور الدنيا، بل الثبات على الدين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلا شك أن الثبات على الدين من أعظم ما يهبه الله جل وعلا ومن أعظم فضله سبحانه وتعالى. أما السورة التي بعدها وهي سورة النصر، كما قلنا في الدرس الماضي أن النصر نتيجة للثبات. نعم، سورة الكافرون من أول ما نزل، وسورة النصر هي آخر ما نزل من السور، لكن هذا أقول على حسب ترتيب العلماء، لأنه لم يكن الترتيب هكذا، إنما ينظرون المناسبات. شيء يمأر به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسور، وأحيانا يجتهد الصحابة لما أرادوا جمع المصحف توضع هنا أو هنا. ولا شك أن الصحابة لهم سنة، فاتفقوا على مصحف عثمان المعروف. فالثبات نتيجة للنصر، ومن أسباب الهزيمة عدم الثبات. فكأنها جاءت إذا جاء نصر الله والفتح نتيجة لثباته صلى الله عليه وسلم، فهو ترتيب واضح، أقصد وتناسب بعبارة أخرى تناسب واضح. فهناك من ألف في هذا كالبقاعي، هناك تناسب بين الآيات في السورة الواحدة، وهناك تناسب بين السور، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي وغيره. فهناك من ألف في هذا وبين، هناك من تكلف أحيانا بعض الاستنباطات، ولكن هناك من وفق لهذا الاستنباط الذي هو أيضا نوع من التدبر. هنا ذكر العلماء مناسبة أيضا بينها وبين سورة الإخلاص، وكما قلنا أن حتى هي تسمى سورة الإخلاص، بل إنه دائما يقال اقرأ بسورتي الإخلاص. إذا قيل اقرأ بسورة الإخلاص المقصود بها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فسورة الكافرون تركز على التوحيد العملي الإرادي، العملي وهو العبادة الإرادي. لا أعبد تعبدون، فهو عمل إرادي، فالله جل وعلا عطى الإنسان إرادة وعليه الجزاء كما سيأتي. أما سورة الإخلاص قل هو الله أحد فهي تضمنت التوحيد العلمي الاعتقادي، العلمي الاعتقادي. فإذن التناسب واضح تماما، هنا العملي الإرادي وهنا العلمي الاعتقادي، فهما تتكاملان في هذا الإطار. مما نقف بعض المعاني السريعة، قل يا أيها الكافرون أي هم المشركون، ذكر العلماء أنهم الوليد والعاص وابن خلف والأسود بن عبد المطلب، يهم هذه الأسماء لما سيأتي. أي لا أعبد ما تعبدون من الآلهة ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الآن لا تعبدون ما أعبده الله جل وعلا، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد أيضا لن تعبدوا الله في المستقبل. وهذه من ذكر العلماء أن من علامات النبوة،
لأن فيها حكم أنهم لن يؤمنوا، هذه المجموعة أنها لن تؤمن، وهكذا كان. ولا أنتم عابدون، يعني في المستقبل، فماتوا كلهم على كفرهم والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من علامة النبوة. فلكم دينكم ولي دين. قيل ويحتمل هذا معنى وجهان، لكم دينكم أي هذا الدين الذي تعتقدونه وهو الكفر، ولي دين وهو الإسلام. وقيل المعنى الآخر لكم دينكم أي جزاؤكم، سيكون الجزاء من جنس عملكم، لأن الدين هو الجزاء. ولي دين أيضا سأجزى بالجزاء مقابل ديني وهو الإسلام، وهما معنى يعني واضحان في هذا الأمر. بعد ذلك نقف مع هذه الفوائد العظيمة في هذه السورة. كما قلنا من هذه الفوائد أن علامة من علامات النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أنهم لن يعبدوا الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. العلماء، هذه وقفة مهمة، هل في تكرار هنا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين؟ في قولان، قيل هو تكرار للتأكيد، ولكن القول الأقوى وهو الذي يساعدنا في ضبطها، لأن حتى بعض أئمة المساجد يصعب عليه أن يضبطها مع أنها سهلة، لكن استيعاب هذا المعنى التدبري الذي أشرت إليه يساعد على الضبط. قل يا أيها الكافرون، الخطاب للكفار، لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم ما عابدون ما أعبد الآن. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل أيضا، ليس فقط الآن، دليل على ثباتي على مبدأ صلى الله عليه وسلم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي معنى جديد من القواعد الكبرى في الشريعة، القواعد الخمس أو الست اللي هي الأعمال بالنيات وغيرها من القواعد الأصولية المعروفة، تسمى القواعد الكلية. ذكر العلماء من القواعد أن التأسيس أولى من التأكيد، هذه من القواعد الكبرى في الشريعة التي فيها لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات، هي قواعد مشهورة، وأنصح تضبط لنا دائما أعمالنا وأبواب الفقه. هي ست قواعد، بعضهم قال هي خمس وبعضهم قال ست، وأدخل فيها التأسيس أولى من التأكيد. نريد نطبقها على هذه السورة. التأكيد هو أن أقول أن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبدتم. التأكيد يعني تأكيد على هذا الأمر. التأسيس أن نجعل للآية الثانية والثالثة معنى، والرابعة والخامسة معنى آخر، نؤسس معنى جديد. فنقول إن لا أقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآن أنتم تريدون مني أن أعبد إلهكم وتعبدون إلهي، أقول لا أنا فاعل ذلك ولا أنتم فاعلون. ثم تأتي وحتى في المستقبل ليش يريد يقطع عليهم الطريق، قد يقول الفائدة يقطع الطريق، لأن أحيانا الإنسان قد يقول لك لا لن أفعل. معلش خلي أوضح لكم مثال بسيط يقرب المعنى. واحد أولاد، بعض الأولاد يأتون لوالدهم يطلبون شيء، قال لا. بعض الأولاد الأذكياء يقول اسكتوا شوي بس، خلوا يهدأ، بكرة يقول نعم، ها اليوم لا، لكن بكرة يمكن يقول نعم، وفعلا يقول نعم، وقد يكون خير أن يقول نعم، حتى لو حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. هنا يريد أولا يقول الآن لا، أنتم الآن عرضتم علي عرض أني أعبد إلهكم وتعبدون إلهي، لا، حتى ما يقولون طيب اتركوه شهر شهرين سنة ونعيد المحاولة، قال لا ولا في المستقبل. فهو إذن أعطى حكما في الأول ومعنى في الثاني، فإذن هو في هذه الحالة تأسيس. ما معنى تأسيس؟ أن معنى الأوليين لهما معنى والأخريين معنى. أما لو قلنا تأكيد فمعنى الأخريين هو معنى الأوليين، ولك الأقرب أن هاتين الآيتين هو تأسيس. استحضارنا لهذا المعنى
أنه تأسيس لا تأكيد مع وجاهة القول الأول يساعدنا على ضبطها، معناها سهلة. لكن المشكلة أننا نقرأ أحيانا بدون استحضار المعاني، فيبقى الواحد يستمر يمكن يكرر 5 مرات 6 مرات كونه يهتم، ألا لو استحضر معناها فهي واضحة الدلالة. إذن هذا معنى من هذه المعاني. فنقول هنا هذا إذن هو علامة من علامات النبوة، لأنهم فعلا هؤلاء ماتوا على كفرهم. لأنه لاحظوا لو قلنا إنه على تأكيد والخطاب للكفار عموما فنقول أسلم ناس، في ناس أسلموا وآمنوا وأصبحوا من كبار الصحابة، لكن لأن المقصود هؤلاء اللي جاءوا يفاوضون قصدا فقطع الأمل منهم، ولأنهم تبنوا هذه الفكرة الخبيثة جاء حكم الله عليهم قضاء وقدر. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر أيها الأخوة تعرفون هناك الإرادي والشرعي، ولا نريد الدخول في هذا التفاصيل وسبق مرت معنا، لكن هم الذين اختاروا هذا الطريق. نعم، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر فهم مؤاخذون على ما كلفهم الله به، أما حكم الله عليهم فهم لا يحتجون به كما مر معنا سابقا. الكافر ليس من حقه أن يحتج بقضاء الله وقدره. وقلنا إنه جاء رجل برجل لعمر رضي الله تعالى عنه وقالوا لماذا سرقت؟ قال لأن هناك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يعني القضاء الكوني والقضاء الشرعي مكتوب علي، يريد يحتج عند عمر رضي الله، مكتوب على أني أسرق. لكن هو ما انتبه أنه أمام عمر، ما تمشي على عمر رضي الله تعالى. قال أيضا فقطع يده، قال وأنا مكتوب علي أن أقطع يدك، فأنهاه ما يحتج بهذا. فلذلك هذه معاني قوية جدا. بعض الناس يقول الله مكتوب عليه، ليش تعصي الله؟ يقول مكتوب عليه. لا يا أخي الكريم، أنت ماذا يدريك ماذا كتب الله عليك؟ لا، أنت الذي عملت عند قبل أن تعمل، أنت ما تعلم ماذا كتب عليك، فأنت الذي فعلت. لمن شاء منكم أن يتقدم وتأخر، ولمن شاء منكم أن يستقيم. هذه إرادة أعطاها الله الإنسان، فهو يحاسب على الإرادة والمشيئة التي أعطاه الله جل وعلا. أيضا من هذه الوقفات، إذا بعد تقرير عقيدة القضاء والكفر والقدر، أيضا ولاية الله وعصمته لعبده. نعم أيها الأخوة، هذه حماية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتؤكدها آية الأسرة ولولا أن ثبتناك، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. الأمر جد يا أخوان، الأمر عظيم والله في ظل هذا الوضع الذي فيه اضطراب وفيه تقلب وتغير. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن شيء قليل، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان هذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض، لاحظوا بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الأرض. هذا يخاطب فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا 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 المجاملة في دين الله، فهو التثبيت من الله. إذن نلجأ إلى من بيده الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، حتى يثبتنا الله جل وعلا في هذه الأزمات، في هذه المحن، في هذه التغيرات، في هذه الأحوال، في هذا الاضطراب الآن. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي زمانا نخشى أن يكون هذا هو من زماننا، يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا، مؤمن ما قال مسلم، مؤمن، ودرجة الإيمان أعظم من درجة الإسلام، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح، لاحظوا ساعات، ويصبح كافرا. ليش؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض. وهذا أمر الآن تلاحظون واقع، وكان عند أهل الكتاب كما تعلمون، هو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ما يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ثمن قليل، منصب، مال، أي شيء. فويل لهم، طبعا يقول من عند الله، الناس ما يطيعون لأنه فلان، لأنه قال من عند الله،
يطلع مفتي سوريا قبل أيام ويعلن أن قتال المعارضة من الجهاد. لاحظ والعياذ بالله. هو طبعا ليس نصيري ذاك، هو من أهل السنة وكانت له كتب ومؤلفات وفي السيرة واستفاد منه ناس كثير، لكن نسأل الله السلامة والعافية، معروف. ولما وجد هذا الظالم الطاغية النصيري الناس ما استجابوا له، يعرف أنه فيها يلجأ للدين كما يلجأ كثير من الحكام عند الأزمة يلجأون للعلماء، فيعلن قبل يومين أن هذا قتال للمعارضة الخارجين كما يقول أو غيره، هذا من الجهاد في سبيل الله. فويلهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. تحتاج الأمة إلى عزيمة. أحد الحكام الهالكين في دولة من الدول التي حدث فيها الربيع العربي، وكان حاكما سابقا يعني توفي قبل سنوات، أعلن أن العمال في رمضان لا يصومون لأنهم في جهاد، وجاب من يقول له الجهاد تعرفون الناس إذا كان في جهاد يفطروا، ما طاعه الناس. فجاء للمفتي وقال له أريد تفتي الناس بهذا الفتوى، المفتي العام للجمهورية كما يقول مفتي الجمهورية، قال ما عندي مال بس بشرط. ما كان هكذا يوم في بث مباشر، قال على الهواء مباشرة، قال أبشر لك هذا. فجاء وتقدم أمام الناس في الهواء مباشرة في إذاعة وقال إن رئيس الجمهورية طلب مني كذا وكذا، وأقول لكم هذا لا يجوز وحرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإياكم أن تستجيبوا له. معنى كلامه خلاص وانتهى. تحتاج شجاعة، تحتاج بطولة، خلاص يفقد منصبه يفقد حياته لا يهمه، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا، نعم. تحتاج مواقف، ما مجرد مجاملات، تأتي أحداث يجامل أو يسكت الإنسان. لذلك هنا جاءت المفاصلة والتثبيت من الله جل وعلا، لأن البعض يقول لماذا فلان ليس له موقف؟ طبعا قد يكون له موقف لا نعلمه. أنا لا أتحدث عن حالة عين أبدا، أتحدث عن منهجية على كل واحد منا، والله يخشى على نفسه. فهنا هذه الآية عظيمة جدا، فولاية الله جل وعلا هي الأرض. قلت لكم وأنا أذكر السبب، قالوا يتنزل النبي صلى الله عليه وسلم أو لعله يتنزل معهم، وهو التنازل. وهذا أمر يا أخوان خطير جدا لطلب أعداء الكفار. الآن بالحوار مع الأديان وأنا جاي إليكم أقرأ تهنئة من علماء، من جمعية فيها علماء للبابا الجديد، والمشكلة أن في التهنئة مضامين ما تجوز أبدا. نتعاون فيما اتفقت عليه الشرائع السماوية وعلى كذا وعلى قضايا، كيف تهنئة؟ ماذا التهنئة ماذا تعني يا أخوان؟ أي أنت تبارك له في هذا العمل، معنى أنت تؤيد أن يكون وهو سيحارب الإسلام، هذه طبيعة عمله، يحاد الله جل وعلا على عقيدة كافرة. في فرق أن نتقي شرهم أو أن نهنئهم في باطلهم. ولذلك ذكر العلماء كابن القيم رحمه الله وغيره أن تهنئة النصارى بأعيادهم من أكبر الكبائر، حتى قيل في بعض الفتاوى وقد نشر شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنها تكون أعظم من السجود للصنم. الآن مع كل اسم مع اختلاط بالكفار وعندهم أعياد، هناك من يتساهل ويقدم لهم الهدايا وغيرها، لكن التهنئة غير تقديم الهدية، فيها تفصيل تقديم الهدية، لأن ما أريد أدخل الموضوع، لكن التهنئة لا معنى أنك تقرهم على هذا الباطل في أعيادهم الدينية. فكيف بتهنئة زعيمهم ورئيسهم وباباهم؟ في فرق أن تعزيه في متوفى، فهذا له مخرج في الشريعة. فهنا خطورة أيها الأخوة، التنازل الآن باسم الحوار بين الأديان، وهذا باب عظيم جدا. فيوم من الأيام كنا في مؤتمر في البحرين، فقام أحد كبار العلماء وقال يجب أن يصدر نظام، لما كان سب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في كوبنهاجن وغيرها في الدنمارك، فعقد مؤتمر جيد، لكن فوجئت بيقوم أحد كبار العلماء ويقول يجب أن نصدر توصية
بوجوب احترام الأديان والرسل. فما كان لي كلمة، فوجئت بأنهم يطلبون ألقي كلمة، وحددوا لي دقيقتين ونصف بالضبط. فقمت وقلت سمعت من قال كذا وكذا، وموجود أمامي جالس أمامي من كبار العلماء. أما قوله أن نحترم الأنبياء والرسل فلا شك هذا واجب، ما يتم إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، ما جاء أحد إلى الآن، لأن الكفر بنوح هو كفر بكل من بعده، والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بكل من قبله وبينهما. قلت أما الأنبياء نحترم الأنبياء نعم، لكن نحترم الأديان أي دين؟ نحترم الدين اليهودي المحرف، الدين النصارى الذين يقولون عزير ابن الله، نحترم الدين النصراني الذي يقولون المسيح ابن الله، قلت نحترم البوذية وهو دين طبعا من الأديان الموجودة، هؤلاء لكم دينكم اللي دين، هؤلاء مشركون ليسوا يهود ولا نصارى كما في البوذيين وغيرهم وعباد البقر وغيرها. فقلت إيه ما يجوز احترام هذا، لكن كوننا نقول أننا ما نعتدي عليها مراعاة المصلحة والمفسدة فهذا صحيح. فلاحظت أن أحد كبار العلماء وهم من كبار علماء موريتانيا حاضر، فلاحظت أنه أشار أن هذا هو الصحيح. فلما انتهيت قال لي أصبت، إذن نفرق أن بين الاحترام وبين عدم الاعتداء، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير تقحكم المصلحة والمفسدة. أما قضية الاحترام فهو عمل قلبي، لما تقول الإنسان أنني أحترمك غير تقول أنني لن أذيك أو لن أسبك، فهو عمل قلبي. كيف أحترم هذه الأديان الباطلة؟ لا يوجد احترام إلا للإسلام. إذن هنا مسألة مهمة جدا في موضوع الآن، مع كل أسف التنازلات باسم الحوار بين الأديان، وهذا باب ضلال عظيم جدا. في فرق أن نتحاور بين أهل الأديان لكف شرهم، هذا ممكن، لكن لا يعني الاعتراف بدينهم، لا يعني الإقرار بما هم فيه من الباطل، بل هذه السورة تدمغهم دمغا لأنهم على باطل وسوء. وسيأتي مزيد بإذن الله لهذا الأمر. فمن تلك الوقفات أيها الأحبة التي نقفها، قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا أيها الجاهلون، وهم جهلة قطعا. قال العلماء من أسباب وصفهم بالكفر لا بالجهل أن المقصود هو البراءة من الكفر وهو دينهم وخصيصتهم، لا مجرد وصفهم بالكفر. اثنين، ذكروا أن أيضا هذا تحقير لشأنهم، وصفهم بالكفر تحقير، قل يا أيها الكافرون. ثالثا، إذا استبشع الناس هذا الوصف تحاشوا منه وتركوه. أيضا حتى قال قل يا أيها الكافرون ولم يقل الذين كفروا. قال العلماء من استنباطات أن هذا الوصف قل يا أيها الكافرون أصبح وصفا لازما لهم في الحال وفي المستقبل. أما مخاطبة يا أيها الذين كفروا قالوا قد تحتمل أنهم يسلمون بعد ذلك. هل هذا الخطاب قل يا أيها الكافرون عام ولا خاص؟ في قاعدة جميلة جدا عند المفسرين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما السبب فهو نزلت وخاطب أشخاصا معينين كما قلنا الوليد والعاص وغيره وأمية، لكن بعد ذلك هي لعموم الكفار. أنت الآن تخاطب بها أي كافر، لكنك ما تخاطب فيه بقية السورة، لاحظ، على باب التأسيس، لأنك لا تعلم هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر نبيه. ما تقول لكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون في المستقبل، ما تعلم، يمكن يهتدي بعد دقائق. من ذا الذي يتألى علي؟ لا نتألى على الله جل وعلا، لكنك تخاطبه، فهو إذن للكفار عموما. أما وقت النزول فهي لنوع من الكفار حتى يتم ما نستنبطه من أحكام وما ذكر المفسرون حول ذلك. أيها الأخوة، من استنباط أمر العقيدة حاسم لا نقاش فيه ولا تفاوض فيه، لاحظوا
خذوا هذه القصة طبعا في القرآن في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. القصة ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عنده بعض ضعفة المسلمين الذين آمنوا كبلال وصهيب وغيرهم، وقريش عندهم كفار أنفة وكبرياء وغطرسة. قال: تريد مني يا محمد أن نهتدي؟ أي والله النبي صلى الله عليه وسلم حريص على اهتداء قومه لا شك. قال: ما عندنا مال. طبعا نتحاور معك، بس إذا جئنا هؤلاء ما عندنا استعداد نجلس معهم، وسأعقب بعد قليل على هذه النقطة. ما عندنا استعداد نجلس معهم. فوقع كما في الحديث، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. كان يقول للمصلحة، يعني أي هو ما فعل أنه إذا جاءوا من أجل مصلحة الإسلام ما يمنع أنكم تقومون لعل ما اهتدون. والصحابة ما عندهم مانع. تنزل الآية: ولا تطرد، اعتبر الله طرد، ولا تطرد الذين يدعون في شيء. الحقيقة عجيبة. يقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معهم، لكن بعدما يجلس معهم قليلا أو كثير يقوم. تنزل آية الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عجيب. فخلص يبي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم منهم. يعني تقريب للمثل، هل يليق واحد عنده ضيوف وبعد ما ذاك يتعشون يجلسون قال الأخوان عن ذلك ما بمشي صاحب البيت هل يصلح يقول بمشي؟ ما هي زين، يعني طرد هذه. ها، إذا عنده ظرف مقنع طارئ وقد يقول والله اجلس، هذه حالة استثناء. فإذا ما يمكن واحد صاحب بيت عنده ضيوف ويكون دعاهم يطلع قبلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سبحانه وتعالى: اصبر نفسك معنا، لا تقوم ولا تطع من أغفلنا قلبه إلى الآخر. طيب ماذا أفعل؟ وقل الحق من ربكم، هذا المنهج، فمن شاء فليؤمن. شوف الإرادة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما أنت ملزوم، لا يسلم هؤلاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دعهم. طيب وقل الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الوعد قدام: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ثم ذكر مصير أهل النار ومصير أهل الجنة. إذن هنا الوقفة، هنا أيها الأخوة أمر العقيدة حاسم واضح لا مناقشة فيه، يجب أن يكون مفاصلة. ما هي المسألة هكذا خلط بعضها ببعض؟ فلذلك الصدع بالحق منهج قرآني ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الوقت نفسه أيضا مسألة أخرى، وقفة أخرى، مع أنه لا مساومة فيه ويجب أن يكون بحزم، هو واضح. هناك من يعطي تعريف عن الإسلام ما هو كذا، هو يدعو الناس يقول حتى يدخلهم في الإسلام، لا، أعطوه الدين كما هو لا تزيد ولا تنقص. كونك تراعي الأسلوب نعم، لكن يجب أن تكون واضحا، كما أنك لا يجوز أن تبيع هذا القلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. في بيع قلم ولا كأس ولا، فكيف بالدين؟ لا بد أن تكون واضحا جليا، كما هنا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. أيضا من هذه الوقفات: إذا كنت على التوحيد فأنت مؤيد من الله جل وعلا، تأييد من الله جل وعلا، كما أيد نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. إذا التثبيت من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهكذا فلتعلم أنك مؤيد من الله. لماذا أقول هذا؟ بعض الناس يقف موقفا صحيحا ثم يضعف. لماذا ما تضعف يا أخوان؟ مثال ولله المثل الأعلى.
لو أن واحداً في مدينة من المدن وقف موقف معين واتضح أن هذا الموقف لا يناسب محافظ المنطقة، يعني يخالفه، وشعر بتهديد من محافظ المنطقة، ثم اتصل به أمير المنطقة قال اطمئن ما عليك منه، يطمئن ولا ما يطمئن؟ يطمئن. طيب كيف لو اتصل بمثل الملك؟ طيب إذا كنت أنت مع الله ما عليك من هؤلاء، ليش تخاف؟ حقيقة من خاف الله لم يخف من الخلق. أنا ما أتكلم عن الخوف الطبيعي الذي يقع، خوف بشري أو ضعف، لكن أتكلم عن أصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إذن مؤيد من الله جل وعلا بهذا الموقف الحاسم. أيضا من الوقفات التحلية والتخلية، التحلية أولا، التخلية والتحلية، فأن ينزع الإنسان من الكفر ويتحلى بالإيمان، فكما في هذه السورة. فذكر العلماء أيضا أنه عبر بما ما أعبد، ولا قال لا أعبد أو لم أعبد أو لن أعبد، قال وهو دال على الثبات في العقيدة. قل لي أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما قال لن، فقال دليل على الثبات والاستقرار، لأن هذه السورة تركز على مفهوم الثبات. سورة الإخلاص كما قلنا فيها توحيد الربوبية، الله الصمد لم يلد ولم يولد، فهو توحيد الله بأفعاله. وسورة الكافرون كما قلنا هي توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، لا أعبد. لاحظوا كم تكررت لا أعبد، قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد، هذا ثمان مرات. فهو كل عبادة فهي توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ تكرار وتأكيد، وقد مر معنا مرارا، لكن لا مانع، هو توحيد الله بأفعال العباد، أي أنت توحد الله، لا تعبد إلا الله. هنا حاسم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتوحيد الألوهية أيها الأخوة هو الغاية من خلق الناس. طيب كيف الغاية؟ أليس توحيد الربوبية هو الغاية؟ لا، أولا توحيد الربوبية معروف حتى عند المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يعرفون أن الله هو الخالق. لكن توحيد الألوهية هو عبادة الله، لكن ما يمكن تحقق أصلا توحيد الألوهية إلا بإيمانك بتوحيد الربوبية. لا يمكن أن تؤمن وتعبد إلا من هو خالق رازق قادر محيي مميت، هذا توحيد الربوبية، فمنه تتوصل إلى توحيد الألوهية. الدليل هنا توحيد الألوهية أن خلق الناس من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالاستثناء لما يأتي بعد النفي يدل على ماذا؟ على الحصر. ما خلقتم لأي غرض آخر، لا أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعموا، إن الله يكفل لك هذا الأمر. هنا توحيد الربوبية، هنا توحيد الربوبية، إن الله هو الرزاق ذو القوة. أنت مهمتك إذن شيء واحد هو عبادة الله، لكنك لن تستطيع أن تعبد الله على الوجه الصحيح إلا بإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بدون هذا لا يتحقق. إذن هذه السورة حقيقة هي تقرر توحيد الألوهية أو الإلهية كما يعبر البعض بصفة شاملة، فالعبادة بكل أنواعها. إخوتي هذا معنى فيه دقة، وقلت لكم في الدرس الماضي أعيده لأنه قد يكون حاضر بعض الإخوان والتأكيد لا يمنع. والله كنت أقف أمام حديث ما من مسلم يصلي عليه 100 يشفعون له، وفي رواية أخرى حديث آخر 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. طيب لما ما شاء الله في المسجد يصلي الآلاف، الخير فيهم إن شاء الله هم على التوحيد، لكن لاحظوا لا يشركون بالله شيئا. قد يكون عنده رياء، قد يكون عنده سمعة، معناه يخل بهذا الشرط. هنا الخوف، هنا الخوف. وإلا قد الإنسان يقول ما شاء الله صلى عليه خلاص شفعوا فيهم يدعون له، ألم يشفعوا له في الصلاة، ألم يدعون له. لكن ما نستطيع نجزم، وإن كنا نرجو ونحسن الظن، لأن في هذا الشرط
لا يشركون بالله شيئا، يعني ولو شيء يسير. وتعرفون أن الرياء، السمعة، كلها تدخل بالشرك، الشرك الأصغر. من يسلم من الشرك الأصغر؟ نسأل الله أن نسلم، وهو عظيم ولا شك. فلذلك هنا تتحقق هذا المعنى في تجريد العبادة لله جل وعلا. أيضا كن صريحا، لاحظوا صراحة النبي صلى الله عليه وسلم، صريح: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أن يكون الإنسان صريح في دينه، في عبادته، طبعا يراعي المصالح والمفاسد إذا كان عند الكفار أو غير ذلك، هذا ما يحتاج تقييد، لكن لا يعني المداهنة، المداراة غير المداهنة. لكن أنا ألحظ أن بعض، حتى بعض الدعاة، بعض طلاب العلم ما عنده صراحة ووضوح، عنده مجاملة، عنده إخفاء بغنة كما يقال. طيب أنت، هذا دين الله، دين عزيز وقوي، لماذا لا تظهر دينك؟ يا أخوان، عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يمشي قد أطرق رأسه، تدرون ماذا قال له؟ ضربه بالدرة، قال: ارفع رأسك، لا تمت علينا ديننا. لأن ربما خفض الرأس يشعر بشيء من الذل أو الضعف، فيضربه بالدرة عمر ويقول له: ارفع رأسك، لا تمت علينا ديننا، ديننا عزيز. لأن البعض، والله يا أخوان رأيت، كنا في مطار قديم في أمريكا، صلينا في مطار نيويورك وأعلن الصلاة، بعض الأخوان ليش ما صليت؟ قالوا نستحي. تستحي تصلي؟ نعم يا شيخ، يستحي يصلي أمام الكفار، مع أننا والله يعني قد يكون هذه دعوة لهم، لأنه بدوا مشتوهين. أذن بوسط المطار أحد الأخوة، قام وأذن، ثم تقدم أحد الأخوة وصلى في نفس المطار على البلاط. هذا إعزاز الدين، هذه عزة. بعض يقول أستحي، قد ما يظهر بعض. نعم، وهذا مأساة في ضعف الدين الآن. ولذلك ترى أن بعضهم تفوت عليه أوقات الصلاة ما يصلي، ما عنده عزة وقوة لإظهار دينه وعقيدته. نعم، أنا قلت راعى المصالح والمفاسد والخوف وعدم الخوف، لكن ما هو هكذا. فالمسألة إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عندك وضوح في ذك وعدم ذوبان عقيدتك. أيضا من هذه الوقفات أيها الأخوة، قلنا موضوع أنها للتأكيد وللتأسيس، وبينت هذا المعنى ولا أطيل فيه. لاحظوا، يقول العلماء، قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. التعبير بالفعل الماضي في قول ما عبدتم، قالوا لأنهم راسخون في الكفر ماضيا ومستقبلا. ما عبدتم في الماضي وما تعبدونه في المستقبل، فعبر. نعم، وما قالوا ما تعبدون، ما عبدتم، قالوا، فهذا دليل على رسوخهم والعياذ بالله في الكفر. وهو أيضا في الوقت نفسه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تنزيه له من عباد، ولا أنا عابد ما، لا أعبد ما تعبدون، لا في الماضي ولا في المستقبل، فهو تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن حماية الله لنبيه أنه لم يعبد صنما ولم يفعل سوءا صلى الله عليه وسلم، هذه حماية من الله، رباه الله جل وعلا وأحسن تربيته. بل كما في الحديث الصحيح، عندما كانوا يبنون الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، فجاءت كل قريش يساعدون في بناء الكعبة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على كتفه فأثر فيه، فقال له لعله عمه العباس: خذ رداءك، هذا شاب قبل الإسلام، شاب، خذ رداءك وما كان عليه غيره وضعه على كتفك حتى يقبل الحجارة. تلاحظون يحملون الآن الحجر أو غيره، يضعون حاجز، ففكه النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعه، رأى نفسه فخر صلى الله عليه وسلم، ما تحمل هذا المشهد، مع أنه في قريش كان عادي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم له حماية. هنا سأصل النقطة مهمة جدا، بعض الناس يحميه الله في شبابه لكنه يفسد حماية الله له بعد أن يبلغ. الله سبحانه وتعالى هو الذي حماك وهو الذي حفظك في شبابك، وإلا لو تصرف بالمراهقة أو غيرها قد لا يؤخذ كثيرا. لكن تلاحظ أن بعض الناس، سبحان الله، اقرأ سير بعض المصلحين، بعض الأئمة، تجده في صغره كما كان في كبره، اضطراد، هذا حماية من الله. ومع ذلك لو أن الإنسان وقع وهو مراهق بخطأ أو غيره وتاب إلى الله، الصحابة أيضا كانوا
منهم من وقع في الشرك وغيره، ولما اهتدى جب الله عنهم هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان سريع أسير لتصرفاتي في شبابه. لكن أنا أركز على من حماه الله في الصغر فيفرط في ذلك في الكبر، وهذا لا يليق ولا يعتبر شكر النعمة. هذا معنى، ودائما أقول لأبنائي، أقصد في رسائلي في تدبر القرآن، احمي، انظر إلى حماية الله لك. عندما أرى شاب من هؤلاء الذين أمامي الآن جالسون في هذا المسجد المبارك، هذا والله فضل من الله عليهم، وغيرهم ربنا في اللهو وضاعت أعمارهم وفي الفساد، فاحمد الله أن حماك وأنت شاب، فاحذر أن تضيع هذه الحماية بعد أن تبلغ. وإن كان الإنسان قد فرط في شبابه أو غير ذلك وتاب إلى الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن فرق، ليش؟ يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. الله سبحانه وتعالى يعجب، يعجب الله من شاب ليست له صبوة. يحدثني أحد الإخوان المشايخ عن أخ له من المشايخ، يقول أقسم بالله الذي يحدثني من كبار المشايخ وأخوه أصغر منه، يقول أقسم له أنه لم تكن له صبوة، والآن أخوه تعدى 40 أبدا. هذا فضل من الله سبحانه. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، نقل لكم منهم يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله في عبادة الله. إيش لاحظتوا؟ شوف التمييز لهم، لاحظتوا كيف لهم منه؟ مع أن غيرهم مقبولة توبته إذا تاب. إذن لنحرص على أن ننشئ أبناءنا، ونحن أقول هؤلاء الشباب الذين أمامي احمدوا الله أن هياكم، فحذاري أن تفرطوا في هذا الأمر. اعتزلوا ما عليهم من زملائكم وقرائكم من ضياع أوقات حتى لو أنكم محرما، لكن قد يكون لا يليق بك، ليس من المروءة، ليس من الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله جل وعلا، فإذا قال فهو إشارة إلى أنه لم يعبد أصنامهم يوما من الأيام حتى قبل الإسلام، فأيضا ثبته الله وتثبيته من الله بعد ذلك. من هذه المعاني أيها الأخوة، قال العلماء اشتملت هذه السورة على النفي المحض التام، لأنها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كلها نفي، نفي تام. قالوا لأنها هي سورة البراءة من الشرك، السورة الواضحة الجلية البينة. قال لكم دينكم واليدين، ما قال دينكم لكم، قدم الجر المجرور، قالوا للحصر، هنا أراد وأفاد فيها القصر عفوا، أي دينكم مقصور عليكم ما له علاقة فيه، وديني أيضا واليدين لن تحصلوا على ديني أنتم لأنه محكوم عليكم بالكفر. فهذا قالوا أفادت القصر هذا التقديم، والله أعلم. ثم قال في الأخير لكم دينكم واليدين، مفاصلة تامة. المفاصلة أيها الأخوة على نوعين، ما مفاصلة قال بعض العلماء هي قلبية، وقالوا ولو كنت مع الكفار، قد من يعيش في أمريكا مثلا أو يعيش في الغرب هو معهم وما يستطيع ينفصل عنهم بدنيا، لكن يفاصلهم بقلبه، ومفاصلة شعورية تامة. وقد تكون المفاصلة قلبية وبدنية، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مكة مفاصلة قلبية وعملية وشعورية، ولما هاجر فاصلهم، نعم كما قال إبراهيم عليه السلام وفعل ذلك إبراهيم، أول الأمر كانت مفاصلة لأبيه وقومه وهو موجود بينهم، ثم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، أي المفاصلة البدنية. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة. فأنت لو اضطررت إلى أن تذهب إلى بلاد فيه كفار قد تضطر لمخالطتهم، وإن كان حتى وجود جاء الكفار لبلادنا مع كل أسف بلاد الجزيرة التي لا يجتمع فيها دينان، فأنت تفاصلهم، لا بد هذه المفاصلة القلبية والشعورية، لأن البعض ذاب ضعف مع كل أسف أمامهم، ويستخدمون مبررات غير صحيحة، يقول ألف قلوبهم. طيب تألف قلوبهم، خذوا هذه القصة. يقول أحد الشباب من هداه الله من الإسماعيلية في نجران، هداه الله فكان شديدا على أهله، فاستدعى أحد المشايخ، ذهب أهله وعائلته إلى الشيخ المشايخ وقال ابننا شديد علينا ولعلك تنصحه يترفق بنا إلى غيره. فالشيخ استدعاه وقال يا ابني الحمد لله أن الله هداك وأنت على الدين الحق وأهلك على الدين الباطل، لكن
هذه الشدة ما تنفع، لأنك ترفق بهم. والله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: فقولا له قولا لينا. قال: يا شيخ بسألك سؤال. قال: نعم. قال: كم لك موجود عندنا في بلدنا؟ قال: 20 سنة. قال: كم اهتدى على يديك من واحد؟ قال: والله ما أدري. قال: أنا أدري والله ولا واحد، ولا تستطيع تثبت لي أنه اهتدى عليك. أنا يا شيخ خلال سنة 150 واحد من عائلتي، أي أفضل، شدتي ولا لينك يا شيخ؟ فسكت. قال: الشيخ الله يقويك، الله يقويك، الله يبارك فيك، جزاه الله خير، خلاص بس 150 اهتدى على يدي من عائلتي. نعم، لأنه مفاصلة ما يداهنهم، بينما التمييع القضايا ما يصلح. يحدثنا أحد الأخوان قصة مباشرة وسبق أن ذكرتها، أعيدها لأهميتها. يقول: حضرنا مجلسا فيه أحد كبار الشيعة الموصوفين بالاعتدال، وهو من أشد الناس والعياذ بالله غلوا. يقول: في أحد المشايخ، يقول: فبدأنا نتكلم، نحن كلنا أبناء وطن واحد والحمد لله، خلافات بيننا يسيرة. يقول: الحقيقة الموضوع ما مقبول. يقول: لما انتهوا قلت لصاحب البيت وأحد مسؤولي أحد ولاة الأمر، قلت: اسمح لي فلان أن أتكلم. قال: تفضل. يقول: فوجهت حديثي لهذا الشيعي الذي يقال إنه معتدل، وقلت له: هل تقول بتحريف القرآن وبزيادة نقصان؟ قال: أعوذ بالله، لا لا، القرآن ما في تحريف ولا زيادة ولا نقصان. قال: الحمد لله. يحدثني بنفس الرجل، ما أقول لك ما في واسطة. يقول: قلت له: هل تكفر من يقول إن القرآن ناقص أو محرف؟ قال: لا، ما أكفره. يقول: فالتفت على الشيخ الذي جواره اللي كان يقول: حنا ترى أنا ما بيننا ذاك الفرق الكبير، ويعني تميع. قلت: يا شيخ، أسألك بالذي خلقك ورزقك وأوجدك وعطى عبارات والله موهوب ما شاء الله، ماذا تقول بمن لا يكفر من يقول إن القرآن ناقص ومحرف؟ قال: كافر، ما فيها شك. فغضب الشيعي وقام: جئت تكفرونني؟ فتمييع القضايا أول أمر كان فيه تمييع، لكن قام هذا وخلى فصلها، أزعل حط على حد ما يستطيع. لا يمكن يقول الشيخ أيضا أنه أبد غير كافر مثل ما قال الشيخ، ما يمكن. فقال: كافر. إذا انطبق الكفر على من؟ على هذا الذي لا يكفره. فغضب الشيعي وخرج يقول: أنا جئت تكرموني ولا تكفرونني؟ لابد، ما يصح إلا الصحيح أيها الأخوة. فلذلك هنا الوضوح والمفاصلة: لكم دينكم ولي ديني. أيضا أيها الأخوة، في نجد من هذا الأمر: فهل يعني لكم دينكم ولي ديني يعني الإقرار بدينهم؟ لا، هو حكاية خبر واقع في الحاضر وفي المستقبل من علم الله جل وعلا، لكن ليس إقرارا، ليس إقرارا. لا يمكن أن يفهم أن خلاص قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم. لا، هي ما بقسمة مال، هو حكاية خبر عن حال وعن مستقبل، فلا يفهم منها ذلك. فلكم دينكم واليدين يشمل أمر الدين والدنيا والعقيدة وغير، لكم دينكم في الدنيا وأيضا ستدانون به في الآخرة في الجزاء، واليدين أيضا في الدنيا عقيدتي وإسلامي وأيضا سأجازى به في القيامة في الجنة، وهكذا كان في الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فأيضا من هذه الوقفات السريعة مراعاة، لأن ما تقرب 10 دقائق ولن أزيد إن شاء الله، مرة أخرى أؤكد أنه في فرق بين الحوار لهداية الكفار في ضمن الأصول الشرعية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وبين تميع الدين كما هو واقع الآن في باسم الحوار يميع الدين ويعطى الكفار شيء من الشرعية كما أشرت سابقا. لا، أما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، طيب خلاص، لو قلنا إلى كلمة سواء يعني تعالوا في الوسط كما يراد الآن، تعال قربوا شوي حنا نقرب شوي، وين تقرب شوي؟ مع النصارى، مع اليهود، مع الوثنيين؟ لا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، طيب ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه، فإن تولوا سيقول إننا مسلمون. هكذا يجب أن يكون فعلا أيها الأخوة العقيدة. فلهذا أقول، لأن المنافقين الآن يطرحون طروحات، الليبراليين تمييع هذا الدين مع الكفار، مع المنافقين، مع أعداء الله جل وعلا، مع أعداء الملة، لا قبول هذه الدينة
ولا. أما قضية أنها تقول الله الفرق يا أخي سورة كاملة اسمها الفرقان، لأن يأتيك من يقول لك لا تفرق الناس. أنا لا أتحدث فقط عن جانب الكفار، أهل البدع الغليظة تقولات الصوفية أو الرافضة ما نلتقي معهم، لأن هذا تمييع لدين الله جل وعلا. بعض واحد يقول طيب معناه ستفرق أنت العائلة الفلانية وإلا القرية الفلانية، لا لا، القرآن، القرآن فيه سورة الفرقان، فرقان بين الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي من أحب البلاد إليه من أجل عقيدة صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أهلك أخرجوني منها ما خرجت، لكن خرجت من أجل دين. ترى الكفار كان عندهم استعداد بس يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه من ذلك، شيء قليل يبقى في مكة، لكن رفض النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة أنه من أجل والله حتى ما نفرق، سبحان الله، اسمه الفرقان، فرق بين الحق والباطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن هناك من يردد هذه الكلمة باسم المواطنة، باسم اجتماع الكلمة، هذا باطل. نعم، ندعو إلى تآلف القلوب على الحق، ندعو إلى توحيد البلاد، ندعو إلى بعد عن الفتنة، كل هذا نفعله. يعطى أيضا إذا وجد أقليات، لاحظوا أن تعطى حقوقها، إذا وجد أقليات تعطى حقوقها، لكن ليس من الحق أن تتحكم الأقليات، الأقلية بالأكثرية. في مقال ممتاز أنصح برجوع إليه لشيخنا الشيخ سفر شفاه الله، عندما تتحكم الأقلية بالأكثرية هذا خطير جدا، وموجود عند البعض يريد وهم أقلية يتحكمون بالأكثرية، هذا باطل. دولة من الدول التي تقر الانتخابات، دولة خليجية، سألت قبل 3 أيام أحد الأخوة الذين جاءوا منها وقلت له كم نسبة الرافضة عندك؟ قال 11%. قلت بعد انتخاباتكم كم نسبتهم الآن؟ قال نسبتهم الآن 17/50، يعني أكثر من 30%. هذا تحكم الأقلية في الأكثرية، 11% تتحكم، أخذت الثلث، رقم عالي جدا. فلذلك في فرق، نحن ما ندعو إلى فتنة ولا ندعو إلى إحداث إشكالات، ونطالب بإعطائهم حقوقهم التي شرعها الله، لكن لا تحكموا في الأكثر، هذه مسألة دقيقة. لكن يبقى الذي يحكم الجميع هو التوحيد الذي وحدت عليه مثلا هذه البلاد، واتفق عليه الإمامان، وما هو علم المملكة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو التوحيد الحقيقي. لا بد من الصدع بكلمة التوحيد، وتوحيد الناس على التوحيد وليس على تراب ولا على أرض ولا على غيرها. مع كل أسف قبل 20 سنة الأكثر كتب أحد في جريدة محلية يقول أن الاجتماع على التراب هو الوشم الذي لا يزول. الله أكبر، أعوذ بالله، اجتماع على التراب، على تراب الوطن؟ لا والله، الاجتماع على العقيدة هو الذي لا يزول، الاجتماع على التوحيد هو الذي لا يزول. وقد رددت عليه في حينه ورفضوا نشر المقال، ونشرته في صحيفة أخرى، رفضوا نشر المقال مع أن المقال في كفر، يعتبر أعظم درجات المحبة هي المحبة في المواطنة. طيب المحبة في المواطنة معناها أخوانك من بلد آخر ما تحبهم، يعني تحب واحد فاسق ولا مبتدع وإلا رافض لأنه من بلده، وأخوك المسلم الذي هو مقامه عالي عند الله جل وعلا ما تحبه باسم المواطنة، أي حب هذا؟ يقول كل حب يزول إلا حب الوطن. لا والله، كل حب يزول إلا حب الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله وإياكم متقين، هذا هو الذي يبقى في الدنيا والآخرة. وإلا الحب الآخر كما قال أحد الفقهاء، قال ينتهي، قلت يا ليت ينتهي، لا ما ينتهي، بل يصبحون أعداء يوم القيامة. الأخلاء أخلاء، الخلة أعلى درجات المحبة، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام هم خليل الله، اسمه إبراهيم الخليل، ألا إن صاحبكم ولا إن صاحبكم خليل الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أعلى الدرجات. طيب فالأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، أعوذ بالله، هذا صاحبه الذي كان معه، انظر كيف تتعامل، إلا إذا كان حبا في الله، إلا المتقين، جعل الله وإياكم من المتقين. إذن فعلينا أن نرفع التوحيد ولا نبالي، لكن نعم مراعاة المصالح والمفاسد هذا أمر مجل. من الخلل أيها الأخوة في كثير من الجماعات أن ما تعلن التوحيد أيها الأخوة ولا منهج أهل السنة بحجة جمع الجماعة، قد تجدهم عندهم بدع، عندهم أشياء كثيرة حتى ما تفرق الجماعة، جماعات موجودة في العالم الإسلامي، فبضعف
وبمقدار ضعف دعوة التوحيد في أي جماعة هو دليل على نقصها وعدم تحقيق لمراد الله جل وعلا، لأن الأصل هو جمع الناس على توحيد الأنبياء، فكل نبي دعا قومه إلى التوحيد من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فلا يمكن أن تحقق هذا الجامع مهما كانت المبررات. كلمات وسريعة أخيرة في الخمس دقائق الباقية من هذه الفوائد، وهي إن كان مر بعضها لكن باب التأكيد، أهمية صدق الاعتقاد والثبات عليه. لا يكون الاعتقاد سليما وصحيحا إلا إذا انطلق من منهج الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دعوة التوحيد الصادقة. خطورة التعصب الأعمى والتصلب العقدي لجاهلية الفكر، فسبب هؤلاء هو تعصبهم لبني قومهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، هذا الذي أضاع حقه. فحذاري من التعصب الجاهلي، العناد والكبر أهم ما يدمر حياة الإنسان. أيضا دين الله لا يساوم عليه ولا يفاض لأجل المصالح الذاتية أو المتوهمة. الإنسان نعم مخير بالإرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم، لكنه محاسب على اختياره، ولا يحق له أن يحتج بالقدر الكوني، فهذا ليس له. العبودية لله وحده تعطي الإنسان الحرية الواسعة من قيود الدنيا ومفاتنها. كلنا نريد الحرية، المشكلة أن البعض يتصور أن الحرية بالانفلات من دين الله. لا، إذا انفلت من دين الله والله سيكون عبدا لهواه، إذا انفلت من عبودية الله سيتخلى عن أن يكون عبدا للخالق ويكون عبدا للمخلوق، يقين لا إشكال. من هو العاقل الذي يترك عبودية الله جل وعلا ليكون عبدا للمخلوق؟ ولذلك تجدون في القرآن من أشرف ما نودي به النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بنبيه، سبحان الذي أسرى بعبده. تجدون مخاطبة النبي بلفظ العبودية فهي أعلى المقامات. فهنيئا لك إذا كنت في كل شؤونك تنطلق من عبوديتك لله، لأنك تحقق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المجتمع المسلم والفرد المسلم يجب أن يبقى متميزين ومتأثرين، لا متأثرين بغيرهما من العادات. الآن بدأ التأثر في أبنائنا ونسائنا تأثر خطير، عيد الميلاد، عيد الحب، عيد الزهور، مصائب جاءتنا الآن، بينما يجب أن يكون عندنا تميز. سبحان الله يا أخوان، اليوم جاءني أحد الأخوة من النرويج، قلت له أين قال: أنا في جنوب النرويج. قال: وهم يعتبرون بالنسبة للنرويج، لاحظوا في النرويج متعصبين نصارى هم، قال: ومن تعصبهم لدينهم لا يمكن يوجد البغاء عندهم أبدا، ولا يمكن أن يوجد يعرف عن أحد أنه يرفع الزنا ولا عاقبوه، ولا يعلن عن الخمر، وهم نصارى، فهم عندهم تميز يقول في دينهم، فكيف لا يكون المسلم متميزا؟ هذه ولذلك يجب أن يتميز المسلم. يقول لأحد الأخوة راح يدرس في الصيف في بريطانيا، يقول: وجدت بعض أقارب هناك، ففوجئت بأنه قد وضع الصليب على صدره والعياذ بالله، شاء مسكين ألقي هناك. يقول: فقلت له: من عائلة كريمة، من عائلة صالحة، من عائلة، قلت: اتق الله تضع الصليب على صدرك. قال: والله إني أعرف إنه حرام، بس أنا سكنت مع عائلة وبنتهم حبيبتي ولازم أرضيها، يلا عاد حلها. والله يعني مشكلة يا شيخ. يقول: أعرف أنه حرام، لكن أنا سكنت مع عائلة حتى تعلموا اللغة الإنجليزية، وصارت بنتهم صديقتي وودها هي اللي علقت لي، أهدتني، ما ودي أكسر خاطرها. صليب صليب يا أخوان. أين تميز المسلم؟ أين عقيدة المسلم؟ أين أين أين؟ بدل أن يكون داعيا هناك وثابتا على دينه كما قلت، هذا التميع الذي والآن بدأ دين عبر الأعلام الفاجر. تغير كثير من الناس، تغيرت البنات، تغير بعض الأولاد، بل تغير بعض الكبار. أيضا من آخر ما أقفه هو الاضطراب في المعتقد. أيها الأخوة، هو منهج المنافقين، هم يقولون: نعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، هذا اضطراب، هذا منهج المنافقين، وموجود البعض فيه نسبة من هذا الاضطراب في المنهج. يقول الله جل وعلا عن المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا خطير جدا. المؤمن يجب أن يكون واضحا صامدا صابرا، والله أعلم. أقف
بعد ذلك مع سريع دقائق في أسئلتكم. بالنسبة للأخ الذي قال لي أو نتلاقشنا في الأسبوع الماضي وأشكره الحقيقة لأنه أفادني كثيرا، لما قلت له إن قل هو الله أحد فيها إثبات ونفي، ولا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فناقش الأخ باجتهاد منه. قلت له ذهبت أبحث عنه فوجدت ما أقرأه عليكم سريعا، يقول أول السورة إثبات وآخرها نفي، هذا قول الرازي في مفاتيح الغيب، وهذا أيضا كذلك الشيخ ابن عاشور أيضا يقول فإن أول في صدر البعثة كان فيها قل هو الله أحد وهو إثبات، ويتكلم عن أن هذا هو إثبات لله جل وعلا، وصف لإثبات الله. هذا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله يقول أيضا في شرح العقيدة الواسطية قل هو الله أحد إثبات للألوهية وإثبات للأحدية، لم يلد ولم يولد، نفي للنفي الولد والوالد، إذن هو إثبات ونفي. وأخيرا شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي وفقه الله وحفظه يقول وقد يأتي النفس النفي مفصلا للرد على المشركين، ثم ذكر قال دخل في ذلك ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي هي أعظم التي تعدل ثلث القرآن، فإن الله قال قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد أيضا إثبات، لم يلد ولم يولد نفي. وأرجو أن يكون الأخ اقتنع بعد ذلك بأن ما قلته هو الصحيح. أما قول إن نفي النفي تأكيد لم أقله، إن كنت قلته فقد أخطأت، لكنني أعرف أنني لم أقل. من الأسئلة السريعة يقول الأخ يقول اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ولم يذكر إسماعيل، لا يلزم، قد ذكره يعقوب في سورة البقرة. نعم قد ذكره، نعم في سورة البقرة، فالعم أيها الأخوة أب كما قال يعقوب عليه السلام، فما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأولاد يعقوب أثبتوا أن إسماعيل أب لهم وقدموه على إسحاق، أثبتوا أن إسماعيل هو أب لهم وقدموه على أبيهم الذي من الصلب هو إسحاق عليه السلام، مما يؤكد أن العم أب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عمر أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، في قصة حديث العباس. يقول إذا أراد أحد المصلين على جنائز أن يهدي ثواب وأجر الجنائز التي يصلي على لوالديه لا يجوز، القول الراجح أنه لا يجوز، لأن قضية إهداء الثواب فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يهدى من الثواب إلا ما ثبت في الأدلة الصحيحة، كأن تتبرع تتصدق، يجوز لك أن تتصدق عن أحد والديك أو غيرهم. وأما قضية إهداء القراءة أو إهداء الثواب فالقول الراجح أنه لا يفعل. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر؟ صحيح وهذا ثابت، وبعد ذلك وكيف قد وهو يقرأ المعوذات لم يضره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ولم يؤثر على الوحي الذي كان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول ادعوا لإخواننا في اليمن هذه الأيام فهم يمرون في قضية عظيمة، نسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يوفقهم وأن ينصر إخواننا أيضا في الشام، فهم الآن بحاجة إلى دعائكم، فقد تآمر عليهم كثير من الدول واعتبروها ميدانا للتقاتل بينهم القوى الكبرى، فنسأل الله أن ينصرهم. الأخ يقول ذكرت أن عمر بن الخطاب رأى رجلا متأطئا رأسه فقال ارفع رأسك، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقد تأطأ رأسه، فرق بين هذه، النبي صلى الله عليه وسلم تعطى رأسه خضوعا لله وشكرا لله جل وعلا وتواضعا لله، لأن الإنسان مع النصر يصير فيه شيء من الفخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعطى رأسه حتى كاد يضرب خضوعا، وهذه من مناقبه صلى الله عليه وسلم. أما هذا الرجل الذي رآه عمر ما كان هناك أي سبب، مسكين يمشي مطيش رأسك، قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا، فلا تضع هذا الدليل أو هذه القصة في غيرها. هل سورة ياسين تقرأ على الموتى؟ في أحاديث، أما الفاتحة فلم يرد، أما سورة ياسين فقد ورد أحاديث، بعض العلماء ضعفها وكثير منها ضعيف وبعضهم حسن بعضها والله أعلم. الأخ يقول لو أنك بقيت طولت الدرس، وجزاك الله خير، ولاحظ أنك حريص على إنهاء الدرس في الوقت المحدد، فلو أنك أطلت ما مللنا. لا يا أخي الكريم اسمح لي أنا أشكرك أولا على هذا الشرف. قالوا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه لماذا لا تحدثنا كل يوم؟ قال إني أخشى أن أملكم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد رسول الله أحد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هم المخاطبين مع النبي؟ من هم؟ صحابة. فكان صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة مخافة السآمة علينا. الله المستعان. إذا كان حديثنا صلى الله عليه وسلم يختصر في الحديث
وينتقل الوقت المناسب، والمتحدث معهم من هم؟ الصحابة، مخافة السآمة عليهم. أشكر الأخ على هذا الشعور، لكن لا، في طرفة ذهبت إلى دولة خليجية قبل 23 سنة وكان المحاضرة بعد العشاء، فقلت للشيخ المسؤول تبع، كان مندوب الشيخ ابن باز رحمه الله هناك، قلت له إلى متى أتحدث؟ قال تحدث حتى أشوف بعض الناس أطرق رأسه. قلت الله ما أصلح كذا، لا، إذا أطرقت الرؤوس مشكلة، لكن سأتحدث وهم يقولون يا ليته لم يتوقف، يا ليتهم يقولون لم يتوقف. هذا أنا أنصح بعض الإخوان، يا أخوان بعض الإخوة يقوم بعد الصلاة والناس عندهم أشغال يجي يتحدث 5 دقائق بدون موعد المحاضرة، وكل ما تقول أنت شغل من جديد. الحقيقة ما ينبغي يا أخوان هذا، تخول الناس الموعظة في الكلمة الطيبة، ليست العبرة بالكلام، مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، جوامع الكلم أي الكلام القصير، كلام الله يا أخوان 23 سنة محفوظ الصدر، الآن عندنا شباب أعمارهم ما بلغ 18 سنة يحفظون كلام الله كله في صدورهم، دليل على ماذا؟ هو كلام الله الذي لا يمل. فلا يا أخي الكريم، بالعكس، نعم. أما أنني تقول أخ لو أنك ما استعجلت أنا أوافقه، لكن سنحرم أيضا مرة أخرى، فتحملوا وبإمكانكم تسمعون مرة ثانية وثالثة، وما في مانع. أدلكم على طريقة إلكترونية، ترى في الأجهزة الجديدة يوضع على البطيء، أنت رحت لبيتك شغل الجهاز على البطيء وتشوف كلامي هادئ وليس مستعجلا، والله أعلم. أنا حقيقة هذا ما أحببت أن أقوله، وهذا الأخ لكم دينكم اليدين، هل تعني جواز الردة؟ لا، أعوذ بالله، لا يجوز هذا الردة، كيف تجوز؟ لا يمكن أن تكون جواز الردة. الأخ يقول إنك ذكرت في برنامجك البارحة أن المنكر إذا كان جهرا ينكر جهرا، والمعروف أن مناصحة الحكام لا تكون جهرا. من قال لك معروف؟ المعروف هو ما جاء عن الله وعن رسوله، وقد أجبت أمس. يرجع الأخ يا أخوان، الأمر واضح وأجبت في البرنامج، البرنامج موجود في اليوتيوب، ارجعوا إليه وتجدون جوابي مفصلا، لا أريد أن أجيبنا. من قال لك معروف؟ من قال هذا؟ نعم، إذا كان المنكر سرا فأنه ينكر سرا، ليس من الحكمة إذا رأيت من ولي الأمر، وهكذا يحمل عليه الحديث، حديث أبي عاصم، رأيت منه شيئا تأخذ بيده وتنصحه، أما إذا كان المنكر علانية فيجب أن ينكر عنه. من رأى، يقول صلى الله عليه وسلم، منكم منكرا فليغيره بيده. من هو راوي هذا الحديث؟ من هو راوي الحديث؟ أحد من الأخوان يعرف؟ أبو سعيد الخدري. طيب، يقول العلماء أن دائما راوي الحديث هو أعرف بروايته. أبو سعيد الخدري لما صعد مروان يريد أن يخطب قبل الصلاة، لأن الناس إذا صلى ثم خطب قاموا مثل ما هو الآن بالعيد، هذا في العيد، فماذا فعل مروان؟ قال حتى يمسك الناس يسمعون كلامه. مروان بن الحكم أمير المدينة ومن التابعين، فصعد على المنبر قبل الصلاة فجره أمام الناس أبو سعيد، قال له يا مروان الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هناك. فقام رجل آخر، الحضور منهم كلهم الحضور يقينا، أما صحابة ولا تابعين يقينا، لأن وجود أبو سعيد معهم يكفي أن البقية من التابعين، طيب، وهم أصحاب سنة وأصحاب منهج. فقام رجل وأنكر على علانية على مروان، لماذا يصلي؟ ما أن مسألة قد يقول بعض فرعية، لماذا يصلي يخطب قبل الصلاة؟ قام أبو سعيد وقال أما هذا، يعني الذي أنكر على مروان، فقد قضى ما عليه، هذا سنة ومنهج. والرجل الذي رأى الخطيب يرفع يديه قال قبحتا من يديه، قبحتا أمام الناس، ما كان يرفع. فيروي الحديث لما كان يرفعه من رفع صلى الله في الاستسقاء، ما تلاحظون إذا جاء الاستسقاء رفعنا يدينا، وفي غد الاستسقاء ما رفع لا الإمام ولا المأمومين على القول الصحيح. فإذا القول أن الإنكار مطلقا لا يكون إلا سرا فيه نظر، والمعروف هو ما جاء عن الله والرسول، وليس اصطلاحات وليس محل الخلاف. وإذا جاء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أقول قولي هذا، لا أستغفر الله لكم. نعم، أشكر الأخ وأقول إن تراعى المصالح الفاسد. أردت أن أقول ادعوا لإخوانك في الشام، أنا اليوم متابع أحوالهم في خير، لكن عليهم مؤامرة كبرى ويريد إجهاز نصرهم. أبشركم تقتربون من دمشق، الآن عدد من الولايات في أو المناطق في الشام يحكمها المجاهدون الحمد لله، وهذا من فضل الله جل وعلا. أيضا العدو الآن يهدد باستخدام الكيماوي ويتهم المجاهدين بذلك تبريرا لفعله، ولكن بإذن الله النصر قادم، نسأل الله أن يثبت أقدامه وأن ينصرهم. وأدعو لإخوانكم في العراق، هناك مبشرات، وبشركم العراق، وقد كنت قبل يومين مع أحد قادة العراق
من هيئة العلماء في العراق وجاء بمبشرات كثيرة، نسأل الله أن يعزهم وأن ينصرهم. ادعوا إخوانكم في فلسطين وفي أفغانستان وفي اليمن وفي مالي وفي بورما وفي كل مكان، ادعوا لإخوانكم يا إخوان، الدعاء في ظهر الغيب دعوة مستجابة، وما لكم يقولك ولك بمثل. أسأل الله يحفظنا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.